والله طبعا اكيد انا سعيده جدا، وده تحسي ان ربنا بيديكي ان الله ده اجر من احسن عمل. انا بشغله فيها بقالي سنتين من 5/2019، والنهارده الحمد لله ربنا كرمني، وطبعا بكرم من ربنا وتيسيره ووفقني ان حصلت على درجه الماجستير. وكان شرف ليا ان دكتور محمود ابو النور هو مشرف الرساله مع دكتوره غادة عبد الرحيم، وكانوا فعلا داعميني، وانا كنت محظوظه لان هم كانوا مشرفين عليا ومدوني ودعموني كتير وعلموني، تعلمت منهم اكيد حاجات كتير. بقول الواحد برضو تعب، ربنا يعلم تعب في التطبيق، في التطبيق العملي والدراسه الميدانيه وفي الاطار النظري، ويا رب اقدر افيد البلد وتوصل فعلا الرساله دي، ان توصل لمنفذي القرار في وزارة التربية والتعليم، توصل فعلا ان هي تخدم معلم التربية الموسيقية في احتياجاته وتعامله مع طلاب ذوي الهمم. هل هتكملي في رسالة الدكتوراه بنفس الفكرة ولا تنتقلي لفكرة اخرى؟ والله انا عايزة اكمل بنفس الفكرة، وبس تناول مواضيع اخرى تخدم الاطفال ذوي الهمم. زي ايه المواضيع يعني جوانبها اهم، يعني ايه اللي في دماغ حضرتك اللي بتتمني ان انت تناقشي في الدكتوراه؟ والله اللي انا بتمنى ان انا اناقش في الدكتوراه يعني اناقش قضايا يكون فعلا تخدم المعلم، تكون فعلا ومش مجرد تبقى رسالة محطوطة في مكتبة في جامعة القاهرة، لا يعني أناقش قضايا من الواقع. ده اللي أنا بهدف فيه، واللي أنا بهدف فيه فعلا إن رسالتي أو أي بحث بقوم به يتنفذ عملي، يعني ينزل على أرض الواقع، مش يبقى مجرد بحث في مكتبي.